ديال زاكوره ورزازات وقلعه مكونه كاينين تما الكنوز كثار مدفونين تمايا، واغلبيه الكنوز كيكونوا مدفونين عن طريق الدم المغدور، كيكون كنز كبير تما وكيكون الانسان ميت تما مع ذاك الكنز، حيت كان بكري كيكون شي شيخ يعني كيحكم ديك القبيله، ملي كيجي ذاك الخادم يدفن ذاك الكنز كيخسر عليه قرطاسه كيقتلو تما، يعني كيتسمى ذاك كلشي مخبي تما ذاك، يعني ذاك الشيء كيكون بحال اللي يعني ذاك الشيء يعني الاسرار ما يقدرش يتلقاو ويمشي حيت غادي يفضحوا بينما راه دافن الكنز، كيخسر عليه قرطاسه كيموت تمايا، كيتسكن على 41 يوم كيتسكن تما ذاك الكنز، كيولي ساكن تما شي ملك ديال الجن او ملك ديال العفاريت. هما في البرج راه داو واحد 4 صنادق منه 5 بحال دار يوسف اللي داو، عاد خلي الديور هنايا، هذاك الشيء اللي مخفي في الديور هنايا راه متعلم به الله، وكاين الخير تيمشي تيدز باش معروف حاضر تيدز القلات، تيدز القلات فين الدم تيدز هذاك الشيء تتبعها بلاصتو. اللي كيبغيو يجيو دوك الفقهاء باش يجبدوا ذاك الكنز كيشوفوا شي انسان كيكون زوري كيكون عنده 8 العلامات ولا 9، كيكون الدم ديالو حلو، كيقول له بغينا شي ولد صغير، اما بغينا العين ديالو اليسريه اولا بغينا الدم يتجبد من اليد اليسريه ونعطيك الامانه. الزوري كتكون عنده واحد الطاقه فهمتيني، بحال دابا كتكون عنده واحد الطاقه من الجن ما كيخوي لك البلاصه الخزنه، عندك انت تمشي ليها الامكانيات باش تجبد الخزنه وتهزها بلا صعوبه بلا حتى شي حاجه بلا فقاعه بلا بخور بلا والو. السلام عليكم يا عظماء، كيف الحال؟ أتمنى أن تكونوا بخير. كلما ذكرت أصدقائي كلمة الكنوز أو الدفائن أو الكنز المطمور يخطر في أذهاننا مباشرة أشياء مثل السحر، الشعوذة، الجن، الإنسان الزهري وغيرها من المصطلحات التي تبث الرعب في قلوب البعض، خصوصا إذا كنت من أهل المغرب، لأن هذا البلد الحبيب معروف بكثرة ثرواته الباطنية من الكنوز والدفائن، وبالتحديد منطقة واحدة التي تأخذ أكبر شهرة بالبلد، وأهلها معروفين بين كافة الناس باستخراج الكنوز والدفائن. وهذه المنطقة أصدقائي هي منطقة سوس. في هذا الفيديو وكالعادة سنغوص في أعماق التاريخ المغربي، لكن موضوع اليوم سيكون مختلفا كل الاختلاف عن سابقيه، بحيث سنتطرق إلى موضوع حساس مليء بالغموض والإثارة. اليوم بإذن الله أصدقائي سأشارك معكم أسرار منطقة سوس وتاريخها العريق، ولماذا الفقهاء السوسيون لهم دراية كبيرة بهذا المجال عن غيرهم من أهل المغرب، أيضا لماذا منطقة سوس بالضبط غنية بالدفائن والكنوز المطمورة، من أين جاءت كل تلك الكنوز يا ترى وما هو تاريخها، أيضا ما علاقتها بالسحر والشعوذة، وهل بالفعل أن فقهاء سوس هم أباطرة السحر بالمغرب كما يروج له، وإن كان كذلك فمن أين اكتسبوا علوم السحر وكيف وصلت إليهم. جميع هذه الأسئلة وأكثر أصدقائي سنجيب عنها في هذا الفيديو بإذن الله، فقط كل ما عليكم فعله هو الاستمتاع بالمشاهدة حتى النهاية. كذلك أيها العظماء، إذا كانت هذه هي أول مرة تشاهدونني فأنا أدعوكم للاشتراك في القناة والانضمام إلى مملكتنا مملكة العظماء. أيضا إذا أعجبكم المحتوى الذي أقدم فلا تنسوا عمل لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولنتوكل على الله. لفترات طويلة من الزمن ظل يلف حول ظاهرة التنقيب والبحث عن الكنوز بالمغرب الكثير من الأسرار والغموض، كما نسجت حوله أساطير عدة تميزت بالغرابة والدهشة والتي تلبست بها عوالم السحر والشعوذة والجن والظلام وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض العناصر الدينية كالأدعية والابتهالات وقراءة القرآن، وكل هذا يتم من طرف أناس مختصين في استخراج الكنوز والدفائن الذين بدورهم يقومون بهذا النشاط بشكل سري تماما، وذلك بحكم أن مثل هذه الأعمال محظورة قانونيا في البلاد، لذا يتم التكتم عليها بشدة بالغة، كما أنه غالبا ما ترتبط مثل هذه الأعمال بشبكة خفية متعددة المهارات والمعارف والتي غالبا ما يشرف عنها وينسقها فقهاء من سوس المختصين في فك الطلسم السحرية من على هذه الكنوز واستخراجها بنجاح،
ويساعدهم في ذلك منقبون عن الخرائط أو كما تسمى بالتقاييد التي تهم الدفائن القديمة. وهذه التقاييد باختصار هي خريطة الكنز التي تكون مكتوبة يا إما على الجلد أو القماش أو الخشب أو الحجر أو أي كان، والتي تأخذنا إلى مكان وجود هذا الكنز بالتحديد. أيضا يدخل في المجموعة وسطاء مختصين في البحث عن الأطفال، لكن ليس أي أطفال بل الأطفال الزهريين الذين يكونون مختلفين كل الاختلاف عن غيرهم، والذين يتم انتقاؤهم بعناية وتكتم شديدين، وذلك ليقدموهم كقرابين للجن الذي يحرس هذه الكنوز. لهذه الأسباب وغيرها ينخرط الكثير من النصابين في شبكة البحث عن الكنوز، والذين يتخذونها حرفة يترزقون من ورائها، ولا يترددون أبدا بالسفر إلى المناطق المشهورة بالكنوز والدفائن. وبما أن هذه الأعمال هي أعمال محرمة قانونيا في المغرب ويعاقب عليها بالسجن، فأغلبية الباحثين والمنقبين عن الكنوز ينشطون ليلا لنيل مبتغاهم، خصوصا في فصل الشتاء حيث يكون الليل أطول وقتا من باقي أيام السنة. لكن السؤال المطروح هو لماذا أهل سوس أو سواسة بالعامية مشهورين بهذه الأعمال عن غيرهم من المغاربة؟ ولماذا منطقة سوس بالتحديد غنية بالكنوز والدفائن الثمينة؟ يقول ابن خلدون في مقدمته: إن منطقة شمال أفريقيا هي منطقة غنية جدا بالكنوز والدفائن، وأنه وطوال رحلاته بشمال أفريقيا التقى بالعديد من المنقبين عن الكنوز، سواء في مصر، تونس، المغرب وغيرها. وأضاف أنه ومن الضروري في كل مجموعة من هذه المجموعات التي تنقب عن الكنوز أن يكون بينهم فقيها من بلاد سوس جنوب المغرب. ومن هذا نستنتج المكانة الكبيرة والدور الهام لفقهاء سوس في استخراج الكنوز والدفائن، وأنهم هم أهل الاختصاص وهم الذين يملكون السر لذلك، وهم الذين يستطيعون فك طلاسيم السحر الموجودة على تلك الكنوز المطمورة. وهذا الكلام قاله ابن خلدون في القرن الرابع عشر، مما يعني أن فقهاء سوس ومنذ ذاك الزمان وهم معروفين بهذه الأعمال، وأن هذا ليس بالأمر الحديث. لكن كيف اكتسبوا هذه المهارات وكيف وصلت إليهم علوم السحر هذا؟ بداية دعونا نتعمق في ظاهرة طمر الكنوز هذا، ونعرف لماذا كان الناس يطمرون أموالهم قديما وخصوصا أهل سوس. ثم بعدها ننتقل للإجابة عن سؤال كيف اكتسب فقهاء سوس مهارات البحث عن الكنوز، وكيف تمكنوا من استخدام السحر والشعوذة في ذلك. لكي لا نذهب بعيدا دعونا نبدأ من القرن الحادي عشر، وبالضبط في عهد الدولة المرابطية التي أقيمت في المغرب، والتي كانت لها علاقة وطيدة ببلاد سوس، بحيث وخلال فترة الدولة المرابطية عرفت منطقة سوس ازدهارا ونموا كبيرين، بل ممكن أن نقول أنها كانت هي القلب النابض للمغرب آنذاك ومركزه التجاري، بحيث خلال فترة حكم المرابطين بالمغرب حقق أهل سوس ثروات هائلة من خلال تجاراتهم. وكما هو معروف أنه قديما لم تكن هنالك أي بنوك لحفظ الأموال والذهب والفضة وغيرها من الثروات، لذلك كان الناس يضطرون إلى دفن ثرواتهم هذه تحت التراب، وذلك حتى لا تسرق أو تسلب منهم من قطاع الطرق أو في فترات الحروب والثورات، خصوصا في فترة انهيار الدولة المرابطية وظهور الموحدين، حيث كثرت الثورات والحروب الأهلية بين القبائل المغربية آنذاك، وقد تضررت منطقة سوس كثيرا خلال هذه الفترة، وذلك بحكم أنها كانت من بين مناطق المواجهة والالتحام في هذه الحروب. وبما أن منطقة سوس كان بها كبار أثرياء المغرب آنذاك، فقد كانوا يلجؤون لدفن كنوزهم ونفائسهم الثمينة حتى لا تكون عرضة للنهب والسرقة والاستيلاء، أو أن يتم مصادرتها من قبل المخزن والقضاة وأعوان الدولة، وذلك بهدف الإنفاق على الجيش والبلاد. فكان الناس وبمجرد أن يصلهم خبر تحرك الجيش وأعوان الدولة نحو قبيلة من قبائل منطقتهم، يبدأون بالحفر وطمر ممتلكاتهم بالكامل، الذهب، الفضة، المجوهرات، الأموال، الأواني الثمينة وغيرها الكثير، خصوصا في الفترة بين انهيار دولة وظهور دولة أخرى جديدة، بحيث وخلال انهيار الدولة الموحدية بالمغرب حدثت العديد من الحروب والثورات بين القبائل المغربية، وعرفت هذه الفترة من تاريخ المغرب تشتت وانهيار كبيرين في أنظمة الحكم، لأن جميع القبائل المغربية آنذاك كانت تتناحر
فيما بينها وتطمع للوصول إلى سدة الحكم، مما أدى إلى انعدام الأمن والأمان بالبلاد بصفة نهائية. وقد سميت هذه المرحلة من تاريخ المغرب بفترة سيبة، لأنه بالفعل كانت هنالك سيبة في البلاد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. القبائل القوية تأكل وتهجم وتسيطر على القبائل الضعيفة، وتأخذ ممتلكاتها لكي تصرف على رجالها لتقوى وتصل لسدة الحكم وتحكم كل المغرب. وحسب كلام المؤرخين وأهل العلم والتخصص، فإن أغلب الكنوز والدفائن التي وجدت بمنطقة سوس يعود تاريخ دفنها إلى مرحلة انهيار الدولة الموحدية. كذلك هنالك بعض الكنوز بمنطقة سوس تعود إلى فترات أقدم من ذلك بكثير، وبالضبط إلى فترة التواجد الروماني بالمنطقة، حيث كان الرومان وبحكم الحصائن المتعددة التي امتلكوها بمنطقة سوس وبجنوب المغرب عامة يتخذون من تراب المنطقة مقبرة لدفن كنوزهم وغنائمهم ونفائسهم الثمينة التي كانوا يستولون عليها من خلال غاراتهم. أيضا هنالك بعض الكنوز الأخرى بسوس تعود إلى فترة التواجد البرتغالي بالبلاد، أو كما كان يسميهم أهل المغرب قديما البرتغيز، الذين سيطروا على العديد من السواحل المغربية آنذاك، وكانت لهم قلع وحصائن عديدة في كل من سيدي إفني، توريرت، إيموزار، أكادير وغيرها من مناطق سوس. كذلك لو صرنا مع خط الزمن إلى الأمام أكثر، وصولا إلى القرن السابع عشر خلال فترة حكم العلويين بالمغرب وبالتحديد في عهد السلطان المولى إسماعيل، سنجد أن الكثير من كنوز سوس دفنت خلال هذه الفترة، لأنه وكما هو معروف أن المولى إسماعيل قام بتغييرات كبيرة وجبارة في أنظمة الدولة العلوية آنذاك، وفي عهده ازدهرت بلاد المغرب كثيرا كثيرا، حيث قام ببناء مدينة مكناس وتحصينها بجدار ضخم وعملاق، وحول مقر العاصمة من مراكش إلى مكناس، وأيضا قام بتأسيس ما يسمى بجيش العبيد البخاري الذي اعتبر واحد من أقوى الجيوش الأفريقية آنذاك، وبه تمكن من توحيد البلاد كاملة تحت حكمه ونشر الأمن والسلام في كل أرباعها. لكن طبعا كل هذه الأعمال تطلبت منه الكثير الكثير من الأموال، وذلك من أجل الإنفاق على عمال البناء الذين بنوا له المدن والحصائن والقصور، وأيضا للإنفاق على الجيش وإطعامه وتأمين ملبسه ومسكنه، بالإضافة إلى الإنفاق على الجهاد البحري، خصوصا أن المغرب وخلال تلك الفترة كانت له أطماع خارجية عدة، مما يعني أن جميع سواحل البلاد يجب أن تكون محصنة بشكل تام. أضف إلى ذلك العديد من الأمور الأخرى التي تطلبت من الدولة المال الكثير، لذا قرر المولى إسماعيل وليؤمن المال الكافي لكل هذا أن يفرض على المغاربة ضرائب صارمة وبما فيهم أهل سوس، وذلك بشكل إجباري وباستعمال القوة. لذا كان الناس وليتفادوا دفع هذه الضرائب الكبيرة يقومون بدفن أموالهم وكنوزهم من الذهب والفضة تحت التراب. وما زاد من هذه الظاهرة أكثر هو تلك الثورات والحروب التي وقعت بسوس آنذاك، كثورة أحمد بن محرز على سبيل المثال الذي رفض مبايعة عمه المولى إسماعيل وقاد ضده ثورة ضخمة للإطاحة به والاستيلاء على الحكم. أيضا حدث نفس الأمر عند بدء الانتداب الفرنسي والإسباني للبلاد، خصوصا بعد هزيمة المغاربة على يد الفرنسيين في معركة إيسلي، المعركة التي غيرت مجرى تاريخ المغرب بالكامل، والتي مهدت الطريق أمام الجيش الفرنسي بالدخول إلى المغرب والاستيلاء عليه. كما أن الفرنسيين وبعدما أن انتصروا على المغاربة في معركة إيسلي فرضوا عليهم دفع غرامات مالية كبيرة، مما زاد من أزمة المال في المغرب أكثر وأكثر، خصوصا في عهد السلطان الحسن الأول الذي فرض هو الآخر ضرائب قاسية على المغاربة، وذلك من أجل التصدي للانتداب الفرنسي والإسباني للبلاد. وقد صار ابنه السلطان عبد العزيز هو الآخر على خطى والده وأغرق المواطنين في الضرائب بالقاسية، خصوصا أن الأخير واجهته ثورات عديدة والتي كانت تهدد العرش العلوي، كثورة بحمارة وثورة الريسوني وغيرها الكثير. وطبعا المغاربة آنذاك الحل الوحيد الذي كان أمامهم للحفاظ على أموالهم وثرواتهم هو دفنها تحت التراب، وأغلب الأماكن التي كانوا يدفنون فيها هذه الكنوز هي الأماكن المقدسة التي لها حرمة عندهم كالقبور والأضرحة والمساجد.
وكذلك أماكن أخرى مميزة لديهم كمطاحن القمح والزيتون وقمم الجبال وغيرها من الأماكن التي تكون ظاهرة ومعروفة، وذلك حتى لا ينسى صاحب الكنز مكان الدفن حين عودته. كما أنهم أيضا كانوا يختارون مثل هذه الأماكن والعوالم الظاهرة حتى يتذكرونها بسرعة ولا يتطلب منهم الأمر رسم خرائط لهذه الكنوز أو كما تسمى بتقاييد الكنوز، وذلك خشية أن يكشف أمرها أو تسرق أو تسلب منهم بالقوة. إذا لاحظتم معي أصدقائي، ففي كل فترة من تاريخ المغرب إلا وكانت هنالك أسباب ودوافع تدفع الناس إلى دفن كنوزهم وممتلكاتهم ونفائسهم الثمينة تحت الأرض، سواء بسبب الحرب، الثورات، المجاعات، الضرائب الثقيلة، النهب والسرقة وغيرها الكثير. وبما أن أغلبية هذه الأحداث كانت تدور في منطقة سوس وما جاورها، وكما قلت سالفا بما أن سوس كانت هي القلب النابض للمغرب وموطن أثريائه من التجار، فهذه المنطقة حظيت بأعلى نسبة من الكنوز والدفائن التي وجدت تحت الأرض. وطبعا وبما أن هذه الدفائن كانت كبيرة ولا تعد ولا تحصى، فأغلبيتها مات أصحابها وبقيت مدفونة تحت التراب، ومنها من لا تزال مدفونة إلى يومنا هذا، السبب الذي يزيد من أطماع الباحثين والمنقبين للوصول إلى هذه الكنوز. لكن الأمر طبعا ليس بهذه السهولة، لأن تلك الكنوز تكون مطلسمة أو محروسة من قبل الجن، مما يعني الاستعانة بأهل الاختصاص من الناس المختصين في التنقيب عن الكنوز واستخراجها بنجاح. نعم إنهم فقهاء سوس، ولكن لماذا هم بالتحديد؟ ولماذا السوسيون معروفين في المغرب بل وفي العالم العربي أجمع بمهاراتهم العالية واحترافيتهم الكبيرة في استخراج الكنوز والدفائن من تحت الأرض؟ لدرجة أن ابن خلدون، وما أدراك ما ابن خلدون، قال فيهم أنه ولكي تنجح مجموعة ما في استخراج الكنوز المدفونة فلا بد أن يكون بينهم فقيه من جنوب المغرب أي بلاد سوس. يا ترى ما هو سرهم ومن أين اكتسبوا هذه العلوم والخوارق التي طبعا بها نوع من أنواع السحر والشعوذة؟ تحدث الكثير من المؤرخين والكتاب والمفكرين عن هذه القضية بالتحديد، ومن بينهم عالم الاجتماع المغربي الفرنسي بول باسكون، وأيضا الجغرافي والمفكر المغربي الحسن الوزان الفاسي الملقب بليون الأفريقي، وأيضا ابن خلدون. جميع هؤلاء المؤرخين اتفقوا أن كل أسرار التنقيب والبحث عن الكنوز ظلت محتكرة عند مجموعة من الناس المختصين بهذه الأعمال وهم فقهاء سوس، وأنهم وللوصول إلى هذه الكنوز يستعملون طرق ممنوعة ومحرمة كالسحر والشعوذة والاستعانة بالجن واستخدام الطلاسيم السحرية. لأنه وحسب كلام أهل الاختصاص فالكنوز الدفينة تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول وهي الكنوز المطلسمة التي وعندما يدفنها صاحبها يصنع لها نوع من أنواع السحر والطلاسيم حتى لا يتم الاستيلاء عليها من قبل أشخاص آخرين. والنوع الثاني وهي الكنوز المسكونة أو الكنوز المحروسة، وهي تلك الكنوز التي يموت صاحبها وتبقى مدفونة تحت التراب لمدة طويلة من الزمن فيتم التلبس بها وتعمر من طرف الجن. أما النوع الثالث وهي الأسهل والأنذر في نفس الوقت، وهي الكنوز التي تكون غير محروسة من طرف الجن وغير مطلسمة، فقط للحصول عليها يتطلب معرفة المكان المحدد لها والبدء في الحفر. لكن كما قلت لكم هذا النوع نادر جدا، فأغلبية الكنوز الموجودة في سوس أو في المغرب بصفة عامة هي كنوز تحتوي على طلاسيم سحرية تحميها أو كنوز محروسة من طرف الجن. وللحصول عليها فأنت بحاجة إلى شيئان اثنان: أولا خريطة الكنز أو كما تسمى بالتقييدة التي تأخذك إلى مكان وجود هذا الكنز بالضبط، وثانيا فقيها من سوس متخصص في استخراج الكنوز. فالحصول على التقييدة أو الخريطة في مثل هذه الكنوز لا يعني أبدا أنك قد حصلت على ذاك الكنز، لأنه يكون محمي بطلاسيم سحرية معقدة أو تم الاستيلاء عليه من قبل الجن. لذا في كل هذه الحالات فلا بد من فقيه كنزي مختص، لأنه وحده من يستطيع تخليص ذاك الكنز المدفون من أسر الطلاسيم أو من حجز الجن، وذلك باستخدام طلاسيم أخرى تبطل الطلاسم
الأولى أو المفاوضة مع ذاك الجن الذي يحرس الكنز والتقرب إليه بشيء ما. ومن أشهر الطرق السحرية التي يعتمدها فقهاء سوس لاستخراج الكنوز ما يسمى بعملية الاستنزال، التي يتم فيها الاستعانة بدم طفل زهري أو أجزاء من أطرافه وغيرها من الأعمال الخبيثة الممنوعة والمحرمة. كما أنهم يعتمدون أيضا على قراءة بعض الآيات القرآنية والأذكار والتعاويذ لفك تلك الطلاسيم. الآن أنت تتساءل مع نفسك عزيزي المشاهد وتقول: من أين اكتسب فقهاء سوس هذا العلم أو هذه المهارة في استخراج الكنوز المدفونة؟ تشير العديد من الكتب والمراجع التاريخية على أن فقهاء سوس اكتسبوا علوم السحر من يهود المغرب الذين سكنوا جنوب المغرب قديما، وأنهم هم الذين عرفوا آنذاك بدفن كنوزهم ومجوهراتهم تحت الأرض وطلسمتها بطلاسم سحرية. فاليهود معروف عنهم في كل العالم أن عملهم الوحيد هو التجارة، والتي تدر عليهم أموال وثروات طائلة جدا. أيضا معروف عنهم أنهم هم أهل السحر والشعوذة، ويعتبرون من أوائل الشعوب على هذه الأرض الذين اكتسبوا علوم السحر. لذا وعندما جاءوا إلى المغرب وعاشوا وتعايشوا مع الأمازيغ شاركوا معهم هذه العلوم ومنحوها إياهم، ومنهم اكتسب أهل سوس علوم السحر والتكنيز والطلسمة. والدليل على هذا الكلام يقول المؤرخين أنه وفي منطقة سوس وجدت العديد من خرائط الكنوز والتقاييد التي كتبت باللغة العبرية، بمعنى أنها تعود إلى يهود المغرب، وهم الذين أتوا بهذه العلوم للمغرب وهم الذين علموها لأهل سوس. لكن هنالك رواية ثانية تقول أن فقهاء سوس هم الذين اجتهدوا وأنشأوا هذه العلوم التي تساعدهم على استخراج واكتشاف الكنوز وفك طلاسيمها السحرية وأيضا تقييدها بالطلاسيم في حالة التكنيز، خصوصا أن أهل سوس معروفين عبر التاريخ بفقههم وعلمهم الغزير وتفوقهم في العلوم الفقهية والشرعية وحفظ القرآن. لكن تبقى الرواية الأولى الأكثر صحة وتأكيد، التي تقول أن أهل سوس اكتسبوا علوم السحر من اليهود وقاموا بترجمتها من العبرية للعربية وتوارثوها أبا عن جد. إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذه الحلقة. طبعا لا تنسوا أن تشاركوا معي تعليقاتكم وأراءكم حول هذا الموضوع أسفل في مكان التعليق. وإذا أعجبكم المحتوى الذي أقدم فلا تنسوا عمل لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.